حظيت الأيدي العاملة المصرية بدعم كبير من القيادة السياسية على مدى السنوات الماضية من بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، وارتكزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير أيدي مصر العاملة على كافة المستويات. ارتكزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير أيدي مصر العاملة على كافة المستويات. قرارات عدة أصدرتها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تترجم مدى الحرص والاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي. من بين هذه القرارات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة ورفع قيمة الإعانة إلى 1000 جنيه، وأيضا إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. كذلك تعمل الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء. وخلال 9 سنوات ماضية واجهت الدولة الكثير من التحديات، لكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن حقوق العمال وحمايتهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا، وفيها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى. أما على مستوى دعم العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 6 دفعات خلال الجائحة بقيمة 3000 جنيه، وبإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه. كذلك تم الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة والتي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة حياة كريمة. وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب والتي من شأنها تحقيق مصلحة العمال. ومن بين هذه القوانين قانون الخدمة المدنية وقانون حق التنظيم النقابي، كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر مناقشة هذا القانون بمجلس النواب. الدولة حرصت كذلك على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في عام 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. لم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة، فتم إطلاق حملة سجل نفسك، والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج حتى تتمكن كل جهات الدولة من الاطلاع على احتياجاتهم. هو إذن اهتمام كبير بملف الأيدي العاملة تبنته الدولة المصرية من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم.